بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة هناك قضية يعتقد الكثيرون أنها صحيحة ولكن هي غير صحيحة على الإطلاق، وهي علاقة السحر بالأعمال وبالموت. هذا السؤال وردنا حول موضوع السحر. هناك من يعتقد أن السحر يؤثر على الإنسان لدرجة أن هناك بعض الناس من يموتون نتيجة مرض معين، فيعتقدون أن هناك عين أصابته أو سحر أثر به وجرى عليه. هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق أيها الأحبة. الله تعالى علمنا كيف نستعيذ من شر حاسد إذا حسد. إذن القرآن يؤكد أن العين، عين الحاسد، لها تأثير. الحسد موجود. علمنا القرآن كيف نقول ومن شر حاسد إذا حسد، هذا الأمر موجود، ولكن لا يؤثر هذا الحسد على أعمالي. مثلا يعني إنسان صالح إذا ترك الصلاة فجأة وبدأت هناك وساوس لديه وأفكار قد تصل به إلى الكفر، لا يعني ذلك أن هذا السحر أثر عليه، لا، هذا الشيطان استحوذ عليه. يحتاج إلى تقوية إيمان. الأجل ليس له علاقة لا بالسحر ولا بالمرض ولا بالحوادث ولا بالدنيا أصلا. الأجل مكتوب منذ أن كان عمرك 42 يوما في بطن أمك، يكتب عملك وأجلك. الأجل يكتب أيها الأحبة، والأجل محدد، ولكن هذا الأجل قد يترافق مع أسباب: مرض، نوبة قلبية، حادث سيارة، إهمال طبي مثلا، غرق، أي شيء، أسباب كثيرة جدا، ولكن هذه ليست أسباب للموت. هي يعني الله تعالى يقول نحن قدرنا بينكم الموت، يعني عملية الموت هي عملية مبرمجة ومنظمة. الموت عملية مبرمجة، هناك أحداث ستحدث معك قبل الموت وليس لها علاقة بالموت أصلا، لأن هناك من الناس من يتعرض لكثير من الحوادث ولا يموت، وهناك إنسان لديهم 500 مرض ولا يموت، يعيش 100 سنة، وإنسان سليم شاب تجده فجأة مات. إذن أيها الأحبة، ينبغي لكي نعيش حياة مطمئنة، القرآن قال لنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأنت إذا أردت أن تعيش حياة طيبة يجب أن يكون لديك إيمان بالله. ما معنى إيمان بالله؟ إيمان بكلام الله، يعني الله عندما يقول لك لا يضر ولا ينفع إلا الله، ينبغي أن تقتنع بهذا الكلام وتبعد عن دماغك هذه الأفكار لتتمتع بهذه الحياة، وإلا ستعيش حياة تعيسة. إذا علمت أن كل أعمالك مكتوبة عليك يطمئن قلبك وستشعر بفضل الله عليك وبنعمة الله عليك. كلما قلت الحمد لله تشعر بهذه النعمة، تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا دعاء أهل الجنة أيها الأحبة. تشعر برحمة الله، بمغفرة الله، بعظمة هذا الخالق الذي سخر لك هذه الأعمال لتقوم بها وتحمد الله عليها. أما إذا اعتقدت مثلا أنك لو لم تذهب في هذا الطريق لم يصبك هذا الحادث، ستتشكل لديك عقدة الذنب، وهذه العقدة تتطور لتتحول إلى اكتئاب، تفشل في مواجهة الواقع لأنك تعتبر أن الواقع هو الذي يتحكم وليس الله عز وجل. ينبغي أن نعلم أيها الأحبة، يعني تريد أن تستمتع بحياتك، تريد أن تعيش حياة مطمئنة، اعلم أن كل شيء مكتوب وانتهى الأمر.
الله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، ويقول أيضا كل في كتاب مبين، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذا كانت الذرة مكتوبة عند الله في كتاب، فهل يعقل أنك كإنسان أعمالك هذه غير مكتوبة؟ مع العلم أن الله أعطاك حرية الاختيار كاملة، تستطيع الآن أن تلحد، وتستطيع أن تشكر الله، تستطيع أن تفعل كذا أو لا تفعل كذا، حرية مطلقة. ولكن عند الله كل شيء مكتوب، هذا علم أعلى من مستوى عقولنا أيها الأحبة، هذا اسمه علم الغيب، وعنده مفاتيح الغيب. فعلم الغيب يا أحبتي علم اختص الله به نفسه، ولم يطلع إلا أنبياءه وبعض عباده على شيء محدد من هذا العلم. الحياة المطمئنة لا تأتي إلا بشروط: أن تكون مع الله، أن تشعر أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن تعلم أن الله إذا أصابك بضر لن يصرفه إلا الله، لن يكشف الضر إلا الله، كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. أنا أصابني خير، لا أحد يستطيع أن يرد هذا الخير، لو والله لو اجتمع الكون كله إذا كان لي رزق في مكان معين لن يأخذه أحد غيري. إذا كان هناك شر سيصيبني، إذا لجأت للكون كله لن ينقذني ولن يكشف عني هذا الضر إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة، بشكل يعني مختصر وبشكل مفيد جدا، كن مع الله في كل شيء، سلم الأمر لله، واعلم أن السحر لا يؤثر يا أخي، السحر لا يؤثر. لو كان الساحر يعني الله تعالى يقول لك، أنت تدعي أنك مؤمن بالله، تقول أنا مؤمن بالله وأستمع للقرآن وأصلي وأصوم والسحر يؤثر علي، طيب الله يقول لك ولا يفلح الساحر حيث أتى. ما معنى حيث أتى؟ يعني إذا لف ودار وحاول واتبع كل الوسائل لن يفلح، لن يفلح في أن يضرك، ولن يفلح في أن ينفعك، ولن يفلح في أن يفعل لك أي شيء. الله يقول ذلك. طيب لا تثق بكلام الله، تترك كلام الله تعالى وتلجأ إلى كلام بعض البشر الجهلاء الذين يقولون لك إن الساحر يعلم الغيب ويعلم كذا ويعلم كذا ويستطيع أن يؤثر عليك، والسحر يمكن أن يؤدي إلى موت إنسان أو يمرض إنسان فيموت وكذا وكذا، هذا الكلام ينبغي أن تقوي ثقتك بالله. كيف أقوي ثقتي بالله؟ أتدبر هذا القرآن، يعني عندما أقرأ قول الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، أعلم أن هذا الساحر لا يؤثر على أي شيء، ليس له أي تأثير، فيطمئن القلب وأعيش حياتي وأتفرغ لأشياء مفيدة، بدلا من أن أشغل دماغي بأشياء تافهة. لا، أنا أبدأ بالدعوة إلى الله، أبدأ بنشر العلم النافع، أبدأ ب حفظ القرآن، بتدبر القرآن الذي سيسألني الله عنه يوم القيامة. الله تعالى يقول وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا في هذه الدنيا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه عليم قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.